حرب الاستنزاف وحرب 73، وخدت نعم أنواط فيها، خدت نوط فيها، وكنت مسؤول عن منطقة الزعفران، قائد الزعفران في فترة كانت حرجة جدا لمدة حوالي 11 شهر. الفترة دي علمتني الابتكار، وعلمتني اني ما اقفش متجمد بالحاجات اللي موجودة قدامي، لازم، لان كان قدامي ما فيش حل اخر. يعني الامكانيات الموجودة محدودة، وإمكانيات اللي جاية علي للعدو قوية جدا، فكان لازم أعمل حاجات غير نمطية عشان أقدر أدافع عن المكان بتاعي، والحمد لله حصل بنجاح كبير. بعد ما خلصت وخرجت من قوات آخر منصب كنت رئيس التعليم الهندسي كلية الدفاع الجوي، وشاركت في إعدادها قبل كده. تمام. بعدها ما خلصت أنا كان عندي بحث بنشره في أمريكا في أحد المؤتمرات، فسافرت أروح المؤتمر، فأحد الجامعات هناك اللي هي الجامعة اللي كنت خدت منها الدكتوراه قبل كده كان عندهم مشكلة، فرحت أسلم عليهم، فقالوا لي دكتور شريف أنت عندنا موضوع مشكلة كذا كذا كذا، مش عايز أقولها، لا تتعلق بالقوات الجوية وكراك في جسم الطيارة من الكومبوزيت وبتاع. فحطيت بروبوزل، يعني طريقة بحث ليها، وتقدم هذا البحث للقوات الجوية، وجه بالتصديق فورا وبالمادة بالفلوس المطلوبة للبحث، وتنفذ. وقالت الجامعه على طول راحت طلبت مني اقعد، وادتني بوزيشن، يعني بقت استاذ في الالكترونيات. ثم بعد كده انا طورت بقى الجامعه في اعمال كتيره جدا، لدرجه ان هم ادوني ده جولد ميدال، بريزيدنشال جولد ميدال بتاعه الجامعه، ما شاء الله، اللي هي الميداليه الذهبيه لرئيس الجامعه، هم ثلاثه في الجامعه اللي واخدينها. تمام. ادوني السنه دي، اكشولي السنه دي خدت الديستينكشن اوورد اللي هي بتاعه 2011، يعني لكل خريج الجامعه اللي اتخرجوا في 112 سنه تاريخ الجامعه. تمام. ومن هنا بدات بقى، وعملت مركز بحوث الليزر في الجامعه، انشاته وبقيت المدير بتاعه، وعمل بقى البحوث جزء كبير قوي من البحوث اللي اتكلمنا عليها. دكتور سريعا، ايه هو فكره مشروع الالف جنيه؟ انا اول ما قامت ثوره 25، الحقيقه انا جيت اكتر من مره، مش من ساعه ما سافرت ما قعدتش، انا جيت اكتر من 10 مرات. تمام. مصر والدول العربيه، السعوديه والامارات وخلافه، بعرض انواع من التكنولوجيا في مشاريع صغيره لتطوير البلد دي، وبالذات مصر طبعا. انا بلدك، بلدي، ومش عايز اقول لك حصل ايه يعني في فتره الحرب وخلافه. فكان املي ان اعمل حاجه للبلد. عرضت المشروع، مشاريع صغيره كانت في الفترات اللي جيت فيها قبل كده، كان في اقبال كويس قوي عليها، والحقيقه تبناها بعض الناس الممتازين في وقتها، اللي هو زي في كان المهندس عادل دنف، بعض مش بدون ذكر اسماء، ولكن وقفت عند مكتب رئيس الوزراء دكتور عاطف عبيد. كان التمويل وقتها مشكلة طبعا في مصر. جيت مرة تانية في وقت الدكتور أحمد نظيف، وبرضه توقف. لما قامت الثورة قلت ده هو الوقت المناسب، عظيم، أن نكون أو لا نكون. الحقيقة الثورة دي ليها أبعاد كتيرة جدا، ويجب أن نستفيد بها بأقصى ما يمكن. أنا جيت مش بمشروع واحد، أنا جيت بعديد من 10 مشاريع تحت أمبريلا واحدة أو مظلة واحدة. نعم. دول يمثلوا زي ما بنقول العمود الفقري لأي صناعة دولة متقدمة، في الطاقة، في الاتصالات، في الإلكترونيات. وفي كل واحدة من دول في 4 مشاريع، 3 أو 4 صناعات. نعم. كلها في التكنولوجي، بحيث أن الدول اللي سبقتنا كانت ورانا بعشرين 30 سنة، زي ماليزيا وسنغافورة وخلافه من الدول، مش عايز أحكي في التفاصيل دي الحقيقة، لأن الواحد بيتألم. تمام. في خلال 10 سنين احنا ممكن نسبق الناس دول كلهم، واحنا عندنا التكنولوجيا. العشر مصانع دول مع مركز بحوث يخدمهم ويربط الجامعات والبحوث العلمية بالمصانع دي عشان نحافظ على التطوير باستمرار. سريعا بعد إذن سيادتك، لأن الفقرة للأسف طبعا ما خلصت، يعني الأول مرة هقول للأسف قوي، يعني نفسي مع حضرتك أكتر وأكتر، مشاهدين نارك سعيد يسمعوك أكتر وأكتر. حضرتك وإحنا قاعدين فوق شفت 4 شباب عندهم ابتكارات. أنا أحييهم وأؤكد أنه حتى مهما كانت هذه الابتكارات، ان ده يكون السمة القادمة لشباب مصر. احنا كنا في 73 الشباب اللي حمل راية النصر في 73، واحنا اباء الشباب اللي شايفينهم في ميدان التحرير النهاردة، بنحاول نساعدهم بكل ما نستطيع عشان نحقق الامل اللي احنا كنا وراه من 30-40 سنة بنحاول نحققه. طمني، رئيس الوزراء قعدت معاه وكلمت معاه في مشاريعك؟ الحقيقة انا كنت سعيد جدا بلقائي مع الدكتور عصام شرف. قال لي ده اللي انت بتقوله ده ضمن الخطة اللي انا بتمناها او متبنيها،
وان كان ظروفه طبعا صعبه. تقابلنا ثلاث مرات على اساس ان هو كيف تساعد الحكومه. انا قلت له الحكومه احنا عاوزينها كشريك رمزي في المشروع، لانه طبعا محتاجين سبورت الحكومه لازم، لان هنجيب شركات تعمل جوينت فينشر وخلافه، انما في نفس الوقت هذا المشروع قومي، انا عاوز شعب مصر هو اللي يساهم فيه، وسميناه مشروع الألف جنيه، علشان كده ان كل واحد بيحط 1000 جنيه استثمار وليس تبرع. وخدت مكالمات كثيره جدا من المصريين المقيمين في الخارج، الملايين المقيمين في الخارج، انهم على استعداد يشاركوا في هذا المشروع فورا لبناء الصناعه، قاعده صناعيه متقدمه حتى تخرج مصر من العالم الثالث الى العالم المتحضر اللي ظلمنا وغبنا في ان احنا ما كناش ضمن الدول. انا مش بتكلم على دول الغرب، انا بتكلم على دول زي ماليزيا تركيا وخلافه اللي بنبص لهم على انهم قدوه النهارده، واحنا كنا افضل بكتير من 40 50 سنه. يا رب حضرتك ان احنا نعوض السنين اللي فاتت اللي احنا اتاخرنا فيها وبسبب عدم اهتمامنا بالعلم وعدم اهتمامنا بعلمائنا المصريين اللي بره وقاعدين بره البلد ومش مهتمين بيهم. نتمنى ان احنا نعوض السنين اللي فاتت إن شاء الله بسرعه قد ما نقدر. انا مش عايز اقول لك وصلني قد ايه ايميلز من المصريين المقيمين في الخارج اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا اللي انا اعلنت عنها، وعايزين يجوا يرجعوا عشان يساعدوا في المشاريع لما تبتدي ان شاء الله. استاذ الدكتور محمود الشريف، العالم المصري في مجال النانو تكنولوجي وعضو لجنه الخبراء لتقييم التكنولوجي في كندا وصاحب فكره مشروع الألف جنيه، نورتنا حضرتك. انا سعيد ونوعدك ان احنا مش هنسيبك. انا سعيد وكل سنه وانتم طيبين. يعني مش وبأهني القوات المسلحه باللي عملته واللي بتعمله النهارده الحقيقه، لانه مسؤوليه كبيره من سنه 73 ودورها جه تاني علشان تسلم الرايه مرفوعه ان شاء الله. مش هنسيبك كاعلام. شكراً. ان احنا نفضل وراك بكاميراتنا عشان شكراً. نشوف مشروعك وصل لايه، ونحاول بدل ما ننزل نعمل مليونات في التحرير للأسف. لعده مواضيع، مع احترامي طبعا للمطالب اللي احنا بنعملها، انما ده الحاجه الوحيده متهيألي اللي فعلا لازم مصر تهتم بيها، لان دي اللي هتنقلها في منطقه تانية ان شاء الله. ونطمن الشباب والناس اللي قاموا بثوره 25، نحط ايدنا مع بعض وكفايه اضرابات، خلينا نشتغل ونفكر، وكل ده هيجي باضعاف المطالب الفئويه المطلوبه النهارده لما الامكانيات الماديه للبلد تبقى قادره وتقف على رجلها شامخه بين الدول. نورتنا يا دكتور. شكرا جدا. فاصل وراجعين بقى بالموضوع بتاع اضراب الشغالين في برج المراقبه في القاهره وتعطيل الطيارات اللي خارجه واللي نازله 48 ساعه، وسمعه للاسف الشديد مش تمام لمصر وللسياحه في مصر.